مراحبا الحبايب، اليوم بدنا نحكي عن شغلة. بعرفش إذا في حدا منكم قرأ الخبر اللي أنا قرأته أو ما قرأه. وكالة الأنباء الأردنية بترا كاينة عاملة شمة هواء لغور النقع جنوب البحر الميت بلواء الغوار الجنوبية. في موقع هناك اسمه طواحين السكر. طواحين السكر، شو في هذا الموقع؟ هذا الموقع فيه أحد أقدم مصانع السكر في العالم. أحد أقدم مصانع السكر في العالم الموجود في غور النقع. حلو، طيب. طبعا غور النقع تقريبا 200 كيلومتر جنوب عمان. هذا المصنع متى انبنى؟ حسب التقرير اللي عملته وكالة الأنباء، ومستندة للوحات إرشادية ومستندة لحديث مدير الموقع، انبنى 700 سنة قبل، يعني من قبل 700 سنة. يعني إحنا 2000 بال1300، يعني بالعهد ال الأيوبي، العهد الأيوبي، العهد المملوكي، العهد الأيوبي على الأرجح. أقدم، أحد أقدم مصانع السكر في العالم موجود في الأردن قبل 700 سنة مبني. طبعا طبعا حسب تقرير وكالة الأنباء، المصنع موجود بكامل عدته، بكامل غرفه، مكون من منطقتين شمالية وجنوبية، وغرف لإحدى عمليات الإنتاج، وحتى لاقين بقايا فخارية بتشرح طريقة عصر وتصفية السكر. وخليني أقول لكم، يعني أنا طبعا كل هذا الحكي من التقرير. اللي بيحب يروح يقرأ التقرير يكتب وكالة الأنباء الأردنية بترا، ويكتب أحد أقدم مصانع السكر في العالم بيطلع له، أو يكتب غور النقع وكالة الأنباء الأردنية بترا بيطلع له. أنا بدي أسولف هون. في مناطق بوادي الأردن مثل غور الصافي، فيفا أو فيفا، أنا ما بعرف كيف بتلفظ، والجور هاي كاينة بهذيك الأيام، بهذيك الزمانات كاينة مناطق خصبة وشغل زراعة السكر. فكانت الناس هذيك الأيام بزرع السكر في هاي المناطق، وعلى الدواب تنقل السكر لوين؟ للمصنع هذا اللي موجود في موقع طواحين السكر في غور النقع. طبعا هذا المصنع عبارة عن طواحين حجرية دائرية بتدور لما ينحط فيها قصب السكر بعد ما يتقطع ويتنظف. العمال بيقطعوه بينظفوه بعد ما يجيبوه من المزارع، وبحطوه في هالطواحين بتبلش تهرس فيه. شو اللي بدور هاي الطواحين الحجرية؟ قني مي، بتجر المي من وادي الحسا لحد موقع المصنع. شوف، ففي قنوات مي بتجر المي من وادي الحسا لموقع المصنع في موقع طواحين السكر. بتدور هاي المي، بتدور الطواحين الحجرية الدائرية، بتبلش تهرس بقصب السكر. تمام، وبعد ما يهرسوا بنقلوه لأحواض، يعني برك أحواض حجرية ظاهرة يعني مكشوفة، وهناك بفرزوه بين سكر وبين عصير. السكر بيغلوه، بعد ما يغلوه بجففوه في أطباق فخارية، بعدين بخزنوه، بعدين عاد بصدروه السكر. طبعا أنا الهدف من الفيديو رح أحكي لكم إياه في الأخير، مش بس هذا المصنع الوحيد للسكر في، خلينا نقول، في المنطقة المعروفة تاريخيا بشرقي الأردن، لا، في عشرات المصانع موجودة في طبقة فحل، وموجودة في منطقة ضرار، وموجودة في الكريمة.
هاي طبعا بالأغوار الشمالية. في الأغوار الجنوبية اللي من ضمنها غور النقع، في 3 مصانع غير هذا المصنع اللي موجود بغور النقع. طبعا في شغلة أنا بحب أقول لكم إياها، كلمة النقع، النقع كلمة عربية فصحى طبعا، ومعناها الماء المجتمع في الغدير، غدير اللي هو نبع المي، غدير المي. وانتو عمليا لما نقول انقع هالشغلة بهالمي، انه انت زي اللي مثلا اذا بنطلون مصخ تراب طين كذا، بتنقعوا بالمي بحيث انه ينحل عنه الطين او ينحل عنه التراب وكذا. لاحظ انه في ربط بين خلينا نقول الطبيعة، طبيعة المنطقة غور النقع، انه هي طبعا مدير مكتب مدير الموقع بيقول انه هاي الارض خصبة ومليانة مي. تعود لحالك انت لازم تعرف انه في، يعني عدا عن انه خلينا نقول لاحظ انه الاسم مدلوله يعني اسم على مسمى باختصار، يعني النقع اسم على مسمى، من حيث انها غير انها ارض خصب وكذا، من حيث انها ايضا تصنع السكر، لانه السكر بده مي، بده كميات مي، بده ينقع. المعنى يعني طبعا انا هيك تعبير مجازي. في طبعا قلنا في لوحات إرشادية في موقع طواحين السكر بتقول إنه إنتاج السكر في هذه المنطقة كان بهذاك الوقت من القرن 11 للقرن 15، يعني في طبعا القرن 11 15 ميلادي، كان يعني في العهد الأيوبي بعدين المالكي. مدير الموقع من دار الزهران بيقول إنه يعني أعطى هيك لمحة تاريخية موجزة، إنه السكر بدأت زراعته في الهند قبل 3000 أو 3300 قبل الميلاد، وانتقل بعدين للعراق لوين، للبصرة والأهواز ومناطق حول دجلة. وقلت أنا قبل فترة إنه العراق أرض خيرات، خيرات، وبعدين انتقل لمنطقة وادي الأردن. وهذا السكر كانوا صدروه، كانوا ينتجوه بالنوعين، الأبيض والبني المحروق أو الأسود. أنا لما كنت أشرب قصب السكر، عصير قصب السكر بوسط البلد في محل هناك اسمه قصب السكر وسط البلد، قصب السكر يعني قصب سكر وسط البلد، يعني إذا كان حبيبة كنافة حبيبة هذا اللي بالزاروب عشمالك، بدك تنزل تحت حوالي 200 300 متر بكون برضو عشمالك على نفس الجهة لتحت، وين طلعت الشابصغ لتحت منه شوي على الشمال. كنت أسأله أقول له أنت من وين تجيب قصب السكر، كان يقول لي من غور. أنا قلت بس لا، قال لي لحد الآن إحنا قاعدين بنزرع سكر، بس على ما يبدو مش الكميات التجارية. هذا السكر أيام زمان كانوا صدروه. فكرة من الفيديو، ما أنا أول مرة أولا بسمع منطقة اسمها غور النقع صراحة، بعرف الأخوار الجنوبية، بعرف فيفا، بعرف غور الصافي كذا، بس ما بعرف النقع، وهي جاية غرب بلد اسمها الطيبة لتحت منها شوي، برضو لتحت. فأنا أول مرة بعرف إنه، بس أول مرة بعرف إنه في موقع مصنع كامل، كامل مكتوب في تقرير وكالة الأنباء بكامل عدته وغرفه، وفي أواني فخارية وفي بقايا فخارية وفي أطباق فخارية بتحكي وبتسولف عن هذا المصنع اللي هو أحد أقدم مصانع السكر في العالم. قبل فترة حكينا بفيديو أقدم رغيف خبز اكتشفوه، أقدم رغيف خبز في التاريخ مش في العالم، اكتشفوه في هذه المنطقة المعروفة تاريخيا بشرقي الأردن. المدير الموقع قلنا إنه قال إنه هاي الأرض خصبة جدا مليانة مي. وادي الحسا أنا قلت لكم قبل فترة هو الحد الشمالي لمملكة أدوم بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد،
يعني الحد الشمالي أو أقرب شوي، يعني القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر. مهم، كان الحد الشمالي لمملكة أدوم. هذاك إحنا كان 1300 قبل الميلاد، إحنا هذا المصنع 700 قبل 700 سنة من اليوم، يعني ب 1300 ميلادي. مملكة أدوم رغم إنها يعني في مناطق فيها صحراوية، بس هاي منطقة وادي عربة، حتى في هذاك الوقت في أيام مملكة أدوم كانوا أهلها يشتغلوا بالزراعة والفلاحة. والنبي موسى لما كان بده يفوت بمملكة أدوم طلب من ملك أدوم وقال له أنا بدي أفوت بأرضك، شو قال له؟ قال له أنا ما راح أفوت لا حقل ولا كرم، ما راح ألتفت لا يمين ولا يسار. حقل وكرم يعني المنطقة كانت مزروعة في هذيك، وكان وقال له مش راح أشرب من ولا بير من آبار مياهك. منطقة كانت زراعية، وبالتالي كان في حضارة. الحضارة استمرت حتى في العهد الأيوبي والعهد المملوكي. احنا عملنا فيديو عن فتاوي علم الآثار في تاريخ حضارة الأردن، بس اللي بدي أقوله إنه يوم ورا يوم احنا عم نكتشف أو عم نستكشف تاريخنا، ونكتشف إنه هذه المنطقة المعروفة تاريخيا شرقي الأردن كان الحضارة فيها كانت على اتصال، يعني موجودة بشكل متصل، مش إنه كانت في فترة بعدين نزلت بعدين لا طلعت بعدين، لا لا لا، كانت موجودة على طول التاريخ. جغرافيا هاي كانت تنبض بالتاريخ، ما كناش زي ما قال الواحد باللي بيعلق بقول لي بديش أرد عليه، لأن الظاهر إنه يعني أنا بديش أنزل مستواي لمستواه. فبالتالي المهم بلدنا غني بخيراته، بنشد على دائرة الآثار بأنها تكثف من الاستكشاف، من عمليات الاستكشاف، من عمليات الحفر والتنقيب، بس مش على حساب مواطننا. مواطننا بالأول طفران عايف حاله، دخله ضعيف. نتمنى من الحكومة الرشيدة إنه تركز بخططها على نقول رفع، تعمل يعني خلينا نقول مشاريع رأسمالية ترفع من مستوى معيشة المواطن الأردني. معنى لما نقول حكومة يعني السلطة. ممكن أنا أفكر هيك أزور غور النقع ونشوف الموقع هذا، طواحين السكر. تخيل أنت يعني من غور الصافي ومن ديفا ومن منطقة الجور كاينين يزرعوا سكر في هذاك الوقت، وعلى الدواب ينقلوها لغور النقع إلى الموقع هذا. تخيل أنت قنوات المي من وادي الحسا للمنطقة بتجر المي لطواحين هاي الحجرية، شو بدك أحسن من هيك؟ وبقول لك يا حساكت، دام الأردن بخير والمحايد معكم نحو أردن أرقى، واللي في غير هذا البلد يتم أوسع بها الأرض السماء.